Hello. Hello. How are you? Great. Great. How are you? Great. Great. Okay. How to write a paragraph about yourself? ازاي تكتب paragraph عن نفسك؟ تكتب موضوع عن نفسك. Okay. تعال كده نتعلم نكتب حاجة عن نفسنا. أول حاجة طالما I will write about myself. أنا هكتب عن نفسي. يبقى لازم أقول أنا مين، صح؟ فهقول أول حاجة لما يقول لي write a paragraph about yourself، اكتب موضوع عن نفسك، هقول اسمي، هقول I am مثلا بتول. I am بتول. اوعى تنسى ان انت دايما اسم الانسان لازم يبدأ بكابيتال لتر، الجملة لازم بتبدأ بكابيتال لتر. يبقى انت تعمل ايه؟ تبدأ الجملة بتاعتك بحرف كابيتال، ولو عندي اسم انسان بكتبه اكتبه بحرف كابيتال. يبقى I am بتول اول حاجة، I am عثمان، I am حمادة، I am سما، I am جوجو. اوكي. وبعدين اقول ايه بقى؟ اقول سني. How old are you؟ عندك كم سنة يا بتول؟ Yes. يبقى اقول I am 8. I am 8. كل واحد بيقول سنه زي ما هو عايز. I'm بتول، I'm 8. وابدأ بقى اشتغل على الحاجات اللي انا اخدتها. انا قلت انا عندي او انا امتلك، يعني I have. I have. I have one head. I have one head. خلصت الجملة حط full stop او اسمها period. النقطة دي اسمها period او full stop. اسمها ايه؟ period او full stop. اهو اول الجملة ما تخلص لازم احط الفول stop او period دي وابدأ بجملة جديدة. انا عندي ايه تاني؟ بقول I have. I have I have two eyes. Excellent. I have two eyes. ايه كمان؟ مين يقول لي جملة؟ عندي ايه تاني مش عارفين عندي؟ Excellent يا جوجو. I have two ears. I have two ears. Yes, excellent يا عثمان. I have one nose. I have one nose. I have one head. I have one mouth. Excellent. اهو اكتبها عشان سمسيمو. I have one mouth. عندنا حاجات كتير. ممكن كمان اقول I have two hands. I have ten fingers. ثواني واحد بس. I have one face. I have one face. Excellent. انت عندك سنة واحدة؟ تقول I have many teeth. I have many teeth. عمار قول لنا اي جملة. انت عمار استنى بكلمه هو. عندي دراعين، الدراعين اسمهم arms. يبقى عايز اقول عندي دراعين اقول ايه؟ انا عندي يعني ايه عمار؟ انا عندي يعني I have. I have. وبعدين اقول العدد I have two arms. I have two eyes. I have two ears. I have one nose. I have one mouth. I have one neck. I have two shoulders. I have two legs. I have two knees. I have ten fingers. I have ten toes. Okay? I have one head. طيب نقدر نستخدم ايه تاني غير I have؟ تستخدم I can. I can. Can دي لازم يجي بعدها فعل في المصدر. Can I yes يعني أنا أستطيع. لازم يجي بعدها فعل في المصدر infinitive يعني فعل بدون أي إضافات. يعني أقول I can see with my eyes. I can see with my eyes.
I can smell with my nose. I can taste with my tongue. I can taste with my tongue. Tongue اللي هو اللسان ده. I can taste يعني بقدر ادوق بلساني. I can taste with my tongue. اه بص اسمها ايه؟ taste. I can taste with my tongue. Yes. I can hear with my ears. I can hear with my ears. Yes. I can kick with my feet. I can kick with my feet. I can kick with my feet. Yes. I can. I can تقدر تعمل ايه تاني بايه؟ اهو بلمس اهو. Excellent. With. Excellent. I can touch with my hands. I can touch with my hands. كلافر بتقول يا جماعة. I can touch with my hands. I can touch with my hands. يبقى انا عندي جمل كتيرة جدا اقدر اقولها عن نفسي. قول يا عمرو عايز تقول حاجة. I can hear with my ears. ايوه قلناها. I can hear with my ears. و I can smell with my nose. I can smell. بص with my nose كده. اوعى تنسى بقى وانت بتكتب الباراجراف اهو لازم تبدا بحرف كابيتال الجمله واخرها بيريد نقطه. الجمله الجديده تبدا بحرف كابيتال واخرها بيريد نقطه. اتفقنا؟ اوكي؟ مسافه بين الكلمه والكلمه ما تلزقش الكلام في بعضه. هل انت شايف كلمتين هنا لازقين في بعض؟ عشان تعرف الناس تعرف تقرا خطك كويس ويبقى خطك جميل، اوكي؟ اوكي. طيب، تعالوا عشان هنتكلم عن المفرد والجمع، singular noun، plural noun. singular noun، plural noun. يا عثمان بالله عليك ركز وسيب القلم. singular noun، plural noun. اسم مفرد، اسم جمع. بص يا جميل هنا. singular nouns، plural nouns. هنكتب هنا الاسم المفرد وقبل الاسم المفرد لازم أ أو أن. قبل الاسم المفرد لازم أ أو أن. طب خليها لازقة في اللسان. قبل الاسم المفرد لازم أ أو أن. I ear, mouth, nose. Cat, tiger, lion. يلا كده هاخد بالدور. محمد اسلام. اي اقول اي ولا ان اي؟ ان اي. اكسلنت. عشان بتبدا بايه؟ فاول. اوكي يوسف. اير. اير ولا ان اير؟ ان اير. اكسلنت. عمار. ماوث. ا ماوث ولا ان ماوث؟ بص كويس اهو. ما 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 اولها الام ساكن يبقى ا. يس. ا ماوث. نوز يا عثمان. ا نوز. يس. حماده. كات. ا كات. بتول. تايجر. ا تايجر. جوجو. لاين. ا لاين. اوكي هنا ده سنجلر نون الاسم المفرد. هنعمل بقى ايه؟ بلورال نون الاسم الجمع. طيب انا عايز اعمل لها جمع اضيف لها ايه؟ بلورال. اس. اكسلنت يا سماسيب. اسمها ايه بقى؟
بلورال اس، اس الجمع بلورال اس، اس الجمع بلورال اس. بس خلي بالك اوعى تودي او ان دول عند الجمع، لان او ان يعني وان، ما تجوش غير مع المفرد بس، ما ينفعش يجوا مع الجمع. بص ان اي هنخليها في الجمع ايه؟ ايز. اخليها ايه في الجمع؟ ايز. ضفت لها بلورال اس، وما ينفعش نحط ان مع الجمع ابدا. طيب انير عايز اعملها جمع تبقى ايرز، ما ينفعش ان مع الجمع. ايرز ضفنا بلورال اس. ماوث ماوثز ماوثز. انوز نوزز. ضفنا بلورال اس. اكات كاتس. ضفنا بلورال اس. اتايجر تايجرز تايجرز. الاين لاينز. يبقى عرفنا نعمل بلورال ناون اسم جمع بنضيف اس في اخر الاسم المفرد عشان يبقى بلورال ناون اسم جمع، وما نحطش ا وان دول مع الجمع ابدا. اوكي خلي بالك عشان اقول لك معلومه مهمه وهشوف هسأل فيها بعد كده وأدي عليها جوائز. لو كان الاسم المفرد السنجلر ناون ده آخره اس اتش زي ايه مثلا؟ الطبق اسمه ايه؟ حد عارف؟ دش. اكسلنت، برافو عليك يا جوجو. الطبق اسمه ايه؟ دش. ادش يعني طبق. طب لو عايز اقول اطباق dishes هضيف لها ايه؟ نو no. بص هضيف لها اي اس. هضيف لها ايه؟ اي اس. واي ليه؟ لما المفرد يكون اخره اس اتش ضيف له في الجمع اي اس، ضيف له في الجمع ايه؟ اي اس. اهو تعالى كمان ايه تاني غير الاس اتش؟ برضه سي اتش. بص الكلمة دي اواتش، اواتش اللي هي الايه؟ ساعة. ساعة اليد اسمها اواتش. طيب لو عايز اعملها في الجمع اخليها ايه؟ مفيش ايه في الجمع. واتشز هضيف لها ايه؟ اي اس. اوكي اللي اخره اس اتش او سي اتش اضيف له في الجمع اي اس. اقول لك على كمان حاجه او ابوتيرو اتوميرو بطاطسايا وطماطماي. ابوتيرو اتميرو بوتيرو. اهو هروح قال بوتيروز هضيف لها اي اس عشان اخرها او في المفرد. اتميرو تميروز تميروز تميروز. يبقى عرفنا المفرد لو اخره اس اتش او سي اتش او او هضيف له اي اس في الجمع. اي اس. خد كمان الاكس. ابوكس ابوكس صندوق. الجمع بتاعها بوكسز هضيف لها في الجمع اي اس. يبقى اهو انت عرفت الاس اتش سي اتش او اكس. اس اتش سي اتش او اكس. في حاجات تانية بس دول المهمين بالنسبة لك دلوقتي على قد سنك. اوكي اوكي طيب يا صديقي يلا نقول حاجة مهمة. بص هنا هات بيج 11. اه بيج 11 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
11-11. هنراجع بقى على الاصوات. يلا بينا. اهو اي صوتها ايه؟ اي صوتها اي. يعني هنا اقول ايه؟ هيل بيل نيل تيل. اوكي عندي او يو او 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 يو او او. يبقى هنا اقول ايه؟ هاوس ماوس
mouth. Mouth. Okay. Found. Found. عندي E A و double E. الاثنين دول بيعملوا لي long E. تقول E. زي هنا seat. Neat. ركز يا يوسف. Heat. Meat. Okay. يلا بينا ناخد بقى AR. AR قلنا بتعمل ازاي؟ R. R. يا عثمان. R. Yes. قول كده bar. Smart. Dark. Far. Yes. Double E قلنا بتعمل long E. حمادة. Seed. Feed. Weed. Need. جميل. عندي بقى short O long O. عندي قلت double O ساعات انطقها long طويلة قول O وساعات انطقها short قصيرة. بص هنا ننطق long الأول. Room. Roof. Root. Soon. Moon. Noon. Yes. يلا ننطق بقى الشورت او في الدبل او هنا. فط. فط. روك. روك. هوك. هوك. لوك. لوك. بروك. بروك. بوك. بوك. Yes. سي كي كا كا. سي كي كا كا. يبقى انا اقول هنا دك. لك. تراك. تنساش تي ار. تراك. تراك. او تراك. سيك. ويك. موك. باك. طب لكن كي ان يبقى الكي سايلنت وانطق الان بس. كي ان يبقى الكي سايلنت وانطق الان. يلا نقول هنا نو. نو. نوك. ني. نوت. نيو. نيد. نايف. اوكي. اروح بقى لصوت تي اتش ثا وتي اتش ذا. ذا ناخد الثا الاول. فين. لسانك. فين. ثيف. ثينج. ثينك. توث. ماوث. جميل. يلا ناخد ذا. ذا هنا. ذن. ذم. شاطرة يا جوجو. اكسلنت. هنا ذير. ذي. ذات. ذس. اوكي. تعالى بقى نقرا الكلمات بتاعت سي وهي بتتنطق سا وهي بتتنطق كا. قلنا امتى السي تنطق سا؟ لما يجي وراها اي او اي او واي. امتى السي تنطق سا؟ لما يجي وراها اي او اي او واي. لما يجي وراها اي او اي او واي. يلا نقرا دول. ايس. دايس. فيس. تريس. هنا بقى بص عادي سي كهكة. كار. استني يا ملا. ايوه خليكي في جنب. كار. كولد. كامل. كريم. الاس احنا عارفين نطقها س زي سنيك. بس الاس ممكن نطقها زي لو جت بين تو فاولز بين متحركين زي هنا. روز. روز. فيز. اوكي. هنا بقى نتكلم عن شورت اي. نتكلم عن شورت اي. What's the sound of short E? Eh, eh. What's the sound of short E? Eh, eh. اهو بتيجي في حالتين. لما letter E يجي في اول الكلمة بس بشرط يكون بعده consonant ساكن زي هنا. Egg. اقول ايه؟ Egg. ما اقولش egg. اقول egg. وهنا elephant. Elephant. Egg. Elephant. ما ينفعش بقى اقول ايج و elephant. اقول ايج elephant. الحالة التانية لما تلاقي letter E between two consonants ومفيش E في الآخر. لما يبقى بين حرفين ساكنين. بص هنطق ازاي. vet. vet. ف
ينفعش اقول فيت بقى فيت فيت تن تن جيت جيت لينج نت نت ويت ويت. خلي بالك عشان هيبقى مطلوب منك تقراهم في البيت دول ها من كتاب الفونكس التاني فيت فيت تن تن جيت جيت لينج نت ويت ويت. وهيبقى مطلوب منك تقرا ستوري فيها شورت اي اللي هي بيج 16 في كتاب الفونكس. القصه اسمها ايه؟ ماي بيت هن. ماي بيت هن. ذا ريد هن از ويت. ذا ريد هن از ويت. اوه نو ماي بيت هن از ان بيد. ماي بيت هن از ان بيد. بص بقول ازاي؟ ماي بيت هن از ان بيد. بوصل الكلمات في بعضها كده. Number three, we go to the vet. We go to the vet. My hen has 10 eggs. My hen has 10 eggs. بص الستوري معناها ايه بقى؟ My pet hen. كلمة pet يعني حيوان أليف ينفع نربيه في البيت. My pet hen الدجاجة اللي أنا مربيها. البنوتة دي مربية الدجاجة الهن بتاعتها دي اللي لونها الريد. بتقول the red hen is wet. كانت الدنيا بتمطر ونزلت على الهن المطر فتبلت فقلنا the red hen is wet بقت مبلولة. Oh no طلعت لقتها ايه مبلولة فصعبت عليها قالت oh no my pet hen is in bed. دلوقتي بقت في السرير تعبانة. مين هيكشف عليها بقى؟ vet. We go to the vet. نروح للايه؟ للطبيب البيطري عشان يكشف عليها. دلوقتي خفت بقى خلاص بقول my hen has 10 eggs. جابت 10 بيضات. اوكي؟ اقرا الستوري وابعتها لي مع الحاجات اللي انا قلت لك تبعتها لي، اوكي؟ هنا نستخدم I can. نستخدم ايه؟ I can. I can يعني ايه؟ انا استطيع او انا اقدر. I can. قلنا كان دي لازم يجي بعدها infinitive فعل في المصدر. وقلنا الفعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافات ما فيهوش اضافات. يعني مثلا سي دي مصدر لكن بص كده الفعل يجري يعني run يعني ايه؟ ممكن تلاقيه اسمه runs ممكن تلاقيه اسمه running. فين الفعل في المصدر هنا؟ run عشان بدون اي اضافات. برافو. هنا بقى I can see with my eyes. No I can see with my eyes. I can hear. بسمع. I can hear with my ears. I can hear. I can hear. قولي زي كده. I can hear. I can hear. With my ears. With my ears. Excellent. I can smell. I can smell. With my nose. With my nose. I can smell with my nose. I can smell with my nose. I can touch with my hands. How can you touch? I can touch with my hands. I can touch with my hands. Touch, touch, touch. Touch, touch, touch. T-O-U-T-H. T-O-U-T-H. I can taste. I can taste. يلا ندوق يلا ندوق كده. I can taste. With my tongue. بلساني ده tongue اسمه ايه؟ tongue. يلا نعمل كده tongue tongue. I can taste. I can taste. With my tongue. With my tongue. Okay. يبقى عرفنا كده لما اسألك اقول لك how can you see تقول لي ايه يا اسيل؟ اسيل I can see with my eyes. Excellent. How can you smell يوسف؟ How can you smell؟
I can smell with my nose. Sarah, how can you touch? I can touch with my hands. Excellent. I can touch with my hands. Jojo, how can you hear? I can hear with my ears. Excellent. I can hear with my ears. How can you taste, ya Dua? Tongue. I can taste with my tongue. How can you see, ya Hala? I can see with my eyes. Okay. يبقى عرفنا I can عشان نكتب بيها جمل كتيرة اقدر اتكلم عن جسمي وبعمل ايه بعينيا وبايديا. Okay. قلنا كمان في verb اسمه walk. اسمه ايه؟ Walk. Walk يعني يمشي وهتلاقي letter L silent. Walk. Yes. تقدر تقول I can walk. بقدر امشي. I can talk. بقدر اتكلم. I can walk. I can talk. I can run. I can jump. I can swim. I can dig. يلا نحفر. I can dig. I can play. Excellent يا بوسي. ايوه كده جميل جدا. يلا بينا بقى عشان نقرا الكلمات اللي هتتحفظ. اوكي يلا معايا. page 14. هناخد كلمات عن animals. animals اللي هي الحيوانات. let's read. يلا نقرا. let's read. animals. cat. dog. 14 14. جميل يا يوسف. رائع رائع. يلا جميل. animals. animals. cat. dog. fox. تقولش بقى دوج وفوكس. تقول كده dog. fox. ox. what is that? ox. yes. elephant. can I say elephant? no. الاي صوتها اه اه. elephant. mouse. goat. لازم تطولها كده. goat. cow. cow. rabbit. بص الشاطر يعمل ازاي ما يقولش rabbit. يقول rabbit. excellent. rabbit. good job. deer. الغزالة رايقة. هي دي بقى الغزالة. deer. deer. frog. frog. yes. panda. اوعى تقول باندا. قول باندا. yes. lioness. الاسد اسمه lion ومراته اسمها lioness. lioness. tiger. بص النمر بقول ازاي الاي ار دي تعمل لها جوز البطه كده. tiger. الاسد قلنا اسمه lion. giraffe. giraffe. donkey. donkey. horse. can I say horse? no. can I say horse? yes. good job. sheep. sheep. wolf. ممكن ياكلك وولف ده. وولف. ذئب. وولف. بافلو. يا جاموسه. بافلو. بافلو. يا جاموسه. بافلو. بافلو. بير. بير. لا 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 اعمل كده. بير. بير. يس.
بس قول حلوة. غوريلا كينجارو كينجارو ده عارف عنده جيب هنا كده بيشيل ابنه فيه كده. كينجارو بيمشي ازاي بقى؟ كينجارو زيبرا زيبرا يس. احنا قلنا النمر اسمه ايه؟ يس تايجر. مراته بقى اسمها ايه؟ تايجرس. كملها يا روفي. تايجرس تايجر تايجرس. نعم بنضيف اس ليه؟ احنا بنضيف اس في الجمع لكن دي مش بنضيف اس علشان هي مؤنث، هي اسمها كده اسمها تايجرس. اوكي طيب ركز معايا بقى كويس. يلا يا جميل هنا بقى عندنا ايه؟ punctuation. punctuation اللي هي علامات الترقيم. لازم الجملة بتاعتي يكون بدايتها capital letter، حرف capital، واخر الجملة خالص نحط period. نحط ايه؟ period نقطة. يلا بينا نبص هنا كده عندنا الجملة دي مثلا. It is my nose. It is my nose. يا مودة. الجملة دي صح كده؟ No. بدأت بالاي سمول. ينفع ابدأ الجملة باي سمول؟ لا. ما ينفعش حرف سمول في الاول. يبقى اعمل ايه بقى؟ بص اهو لوك اعمل كده. اروح انا عامل اي كابيتال اصلحها. اوكي؟ واكمل الجملة بتاعتي عادي خالص. It is my nose. ولما الجملة تخلص خالص احط period. احط ايه؟ period. اسمها period of full stop. period of full stop. النقطة دي. برضو هنا. I have two ear ولا ears؟ ears. عشان هما two يبقى لازم يبقى جمع. قلنا الجمع بنضيف له في الاخر S او ساعات ES كمان. I have two ears. الجملة دي صح كده؟ no. no. اعمل ايه؟ قولي يا ساجة. اعمل ال I capital عشان لازم الجملة تبدأ ب capital letter. وبعدين اكمل عادي جدا. I have two ears. وفي الاخر بحط period او full stop. نقطة اسمها period او full stop. النقطة اسمها ايه؟ period او full stop. النقطة اسمها ايه؟ period او full stop. يا ابتسام بوسي. he has one head. اعمل ايه هنا في punctuation في علامات الترقيم؟ yes H capital. excellent. عشان الجملة لازم تبدأ بكابيتال. وبعدين اكمل عادي. he has one head. وفي الاخر اعمل ايه يا بوسي؟ full stop. قلنا اسمها ايه النقطة؟ period او full stop. period او full stop. ياسين no it isn't. طب ما فيش حاجة في الاول؟ مالك بسان في هنا غلطة؟ اه ايه هي؟ اكسلنت برافو عليك يا مالك. اهو قال لي لازم الجملة تبدأ بكابيتال لتر ومعمولة الان سمول. يبقى انا لازم اعمل ان كابيتال اهو نو واكمل عادي زي ما مكتوب بالظبط. نو ات ازنت. واقول في الاخر زي ياسين ما قال نحط في الاخر فول ستوب او بيريد. ما تنساش يا ياسين ان اول حرف لازم يكون ايه؟ كابيتال. يس اوكي. عندك برضو في الكتاب في الهوم ورك بتاعك هتلاقي فيه جمل بيقول لي ضع علامات الترقيم يا اياد. اوكي punctuation علامات الترقيم هلاقي عندي كده بيج 9. بيج 9 اهو جايب لي it is a leg وهو عاملها لي اهوت قصادها عامل اي كابيتال وفي الاخر فول ستوب او بيريد نقطه. It's an arm. خلي بالك بقى ساعات برضو في ركز معايا هنا. اه دي في الهومورك
ساعات موت تلاقي الجملة عاملة كده It's an arm. عايز اعمل البنكتويشن هنا. مين شاطر؟ مين مركز عشان الجوائز بقى؟ It's an arm. مين اللي هيعملها لي هنا؟ اياد. اتفضل يا دود. اي كابيتال عشان اول حرف في الجمله. اكسلنت. اتس دي فيها حاجه ناقصه كمان؟ لا قلنا الاي. قول يا يوسف. اكسلنت. سقفوا ليوسف سقفه جميله. كلاب فور يوسف. اتس دي مش احنا قلنا لما بنختصر ات از ات از بنعملها اتس بتبقى عايزه هنا ايه؟ ابوستروفي. It's an arm. وفي الاخر هعمل ايه يا اياد؟ في الاخر خالص It's an arm. اسمها ايه بقى؟ Period. اسمها ايه؟ اه ما اقولش بالعربي بقى اقول Period او Full stop. Period او Full stop. Period او Full stop. Excellent. جميل. يبقى عرفت في البنكتويشن ممكن الاقي ايه كمان؟ هيبقى عندي كمان Page 9 homework و page 10 homework. قلنا ازاي تكتب paragraph عن نفسك، ازاي تكتب موضوع عن نفسك. لازم تقول في الاول يا فارس I am. تقول ايه؟ I am ابراهيم. I am فارس. I am رانسي. اوعى تنسى تكتب اسمك اوله حرف capital. لازم اسم الانسان يبدأ بحرف capital. برضو ده في البنكتويشن. لو انا لقيت حد كتب مثلا بيقول I am رانسي. هنا عايز اعمل punctuation. عايز اعمل علامات الترقيم. ركز كويس يا جنى. I am رانسي. عايز اعمل punctuation هنا علامات ترقيم. I capital في اول الجملة. لا مش هنكمل عادي. في حاجة ناقصة في ايام تاني. ايه يا سارة؟ مش فول ستوب. لا ابوستروفي. ابوستروفي. يس جود جوب. اهو هنا في ابوستروفي عشان ايام. اوكي ايام رانسي. الار بتاعت رانسي لازم تكون كابيتال علشان اسم انسان. ايام رانسي. خلصت كده ولا ناقص حاجة؟ قول يا رانسي. فول ستوب. النقطة دي قلنا اسمها بيريد أو فول ستوب. إكسلنت جوجو. إكسلنت رانسي. أم رانسي. يبقى أنت لما تيجي تكتب عن نفسك هتكتب إيه أول حاجة؟ اسمك. تقول أم سارة. أم روفان. أم فيروز. أم ياسين. أم فارس. أم إياد. أم أحمد. أم محمد. أم مالك. لازم أول حرف في اسمك يكون كابيتال. وبعدين تقول أنا عندي بقى. إحنا قلنا أنا عندي يعني إيه؟ I have. وتقول أنت عندك إيه بقى؟ I have one head. I have two eyes. I have two ears. I have one mouth. I have two shoulders. I have one neck. عندك حاجات كتير. وكمان تقدر تستخدم I can اللي احنا خدناها. تقول I can see with my eyes. I can smell with my nose. عشان هتكتب في الهومورك paragraph عن نفسك. اهو جايب لي هنا بيقول لي write a paragraph about yourself. طيب يلا نركز بقى. بص يا حبيب قلب، احنا النهارده هنتكلم عن شويه اصوات كده. اول صوت للاي اي. اول صوت لمين؟ اي اي. اول صوت لمين؟ اي اي. ما بقولش ايه، بقول اي. بقول ايه؟ اي. اول صوت عندي لمين؟ اي اي. انطقها ازاي؟ اي اي. يس جميل. زي كلمة ايه؟ هيل. يلا عشان هطلع الناس تقرا. هيل. بيل. نيل. تيل. يلا قولهم تاني.
اي اي صوتها اي زي اسم الحرف اي هيل بيل نيل تيل ده صوت مين اي اي صوتها اي نروح بعديها للاو يو نروح بعديها لمين او يو هنا صوتها او 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 house mouse ايوه لسانك احسن مثبوته وتثبوته mouth sound قمر يس يلا نقولها كمان مره ما ممكن ما نكتبش دلوقتي يا عثمان بالله عليك او يو صوتها او 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 house mouse mouth sound قولي يا عماد تالت صوت بقى اي 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 فاكرين اي مع الاي بتعمل ايه اي لونج اي سيب القلم يا عثمان بالله عليك وركز ابقى حل في الاخر عادي هديك بريك تحل فيه اي اي صوتها اي 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 صوتها اي لونج اي طويله كده يعني هنا ما ينفعش اقول ست لا اقول سيت اقول ايه سيت وكان ذا سكرين بص هنا سيت نيت هيت ميت يس تعالي يا بتقولي اقري لي دول تعالي جنب هنا يا قلب قربي كده كمان يلا اقري لهم بصوت عالي الاي اي كده هي لا انا عايز الاي اي هنا سي من اول سيت اكسلنت طب هاتي الاي اي اللي هي صوتها ايه هيل يس بيل الله تيل الله الاو يو او 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 بقى هاوس ماوس ماوس هات اكبر سقفه هنا اللي بتقول ثانك يو محمد اسلام يلا استعد هطلع الناس كلها جاهز اهو اي 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 صوتها اي اتفضل يا باشا هيل بيل نيل تيل هاوس ماوس ماوث فاوند عاشق بطل يس ميت يس هيت يس ميت اكبر حضن هنا لو سمحت يس كلاب فور هيم يلا بنوته جوجو 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 حبيبتي يلا اي اي صوتها اي يلا بينا هيل ايه الجمال ده نيل تيل تيل هاوس ماوس ماوس found seat need heat meet shake hands احلى جوجو في الدنيا ماذا بس ما شاء الله هخلصهم القرايه حبيبه حماد الو ايه يلا من اول هيو حبيب بص تيل عايز الاو ايوه كده الاو تطلع قلبوزه نيل يس يلا او يو او 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 هاوس تنصت الرجال انت شاط ماوث فاوند بص سيت طول بقى الاي اي دي سيت اسد بس المفروض صوتك اعلى من كده عشان انت شاطر قوي اوكي شيك هاندز احلى سقفة الحماد سما 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 سيمو سما 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 سيمو ميمو حبيبة قلب اي اي صوتها اي اي صوتها اي تعالين يلا هيل هيل هيل
بيل ني نيل تيل تيل قمر. يلا او يو او 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 هاوس هاوس ماوس ماوس ماوس. واللي بعديها ماو ماوس. واللي بعديها الاثنين ماوس ماوس. ايوه كده. فاضل مين؟ طيب في واحد بعد ماوس فاوند. فاوند. يلا نروح للاي اي بقى. سيت سيت ني نيلد نيت نيت هيت هيت نيل نيل نيت. يس ثانك يو سما سيمو. شافت سما. يلا بينا يا يوسف. كانوا فين بقى؟ حبيب اسوف. يلا بينا يا اسد كده. يلا من اول هيل هيل. اسد صوته عالي. يس ميل تيل هاوس هاوس ماوس 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 فاوند فاوند سي مي هي لا برضو زيها هي هي مي. جيب حط. جميل. اكبر شرف هنا ليوسف. يلا بينا يا عمار باشا. عمار من صغر السن. اتفضل يا باشا. هيل بيل بيل عزيز بيل الهواء جامد. نيل يس تيل او 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 بقى. هاوس هاوس ماوس. اللي بعدها ماوس ماوس. يس فاو فاو. يس سيت طويلة. سيت يس نيت يس هيت يس م م ايوه ميت ميت. ايوه بطل. اس حبيبي. فاضل لنا صوتين هنا بقى. اي ار ودبل اي. اي ار ودبل اي. بص الاي ار انا متعود على الاي ومعاها كونسونت. اقول كات مثلا كان مان. بص الاي ا. لكن هنا الاي مع الار بنطقها اقول ايه ابطال الجمهوريه اي زيت. يلا بص اقول ازاي. بار بار سمارت سمارت سمارت. اوعى تقول سمارت وبار. مش عايز الار دي. عايز كده. بص لوك ليسن احمد. بار الار. اي بص بار اكسلنت. سمارت دارت دارت فار 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 فار. يس دبل اي عامله زي اي اي. دبل اي الاخيره دي عامله زي مين؟ اي اي. بتعمل لي لونج اي. اقول ايه بقى؟ سيد فيد ويد نيد. يا عثمان هو اللي انا بقراه هنا؟ ها انت قريته ولا لا؟ طب تعال 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 اقفشك بقى. اي بطاطس. يلا بص هتقرا انت من اول اي اي بقى. بص ركز معايا شويه بقى. خليك تركز بالعافيه شويه. من اول اي اي. سيت ميت هيت ميت بار سمارت دارك فار سيد فيد
ويد نيد. اقرا بقى من اول اي اي من اول سيت. يا رب تغلط غلطه هتلاقي البوكس ده في مناخير. هيد نيد بار. جميل. سمار. جميل. بار. يس. فار. فارس. فار. فار. انت قد جامد بس عايز تركز. قولها بصوت عالي بقى سمعهم القرايه الحلوه دي. فار. يس. يلا. سيد. فيد. ويد. نيد. عاش يا بطل. برافو سقف التخمان. Thank you so much. خلاص يا جماعه سهلين دول. اوكي هندخل على صوت. عندي دبل او دبل او. ساعات ننطقها شورت وساعات ننطقها لونج. هسال اسئله عليها جوائز بفلوس بس نركز بقى. فلوس حقيقيه طبعا. انا بدي فلوس حقيقيه ولا فلوس من بنك الحظ يا بتوب؟ طيب لونج او. بص عندي دبل او ممكن انطقها شورت قصيره اوف وممكن انطقها لونج طويله. بص كده تعال نشوف لونج او في الدبل او. بص في الاولى دي اقول ايه؟ روم. ركز عشان تقرا. روم. روم. روف. روف. روت. روت. سون. سون. مون. مون. نون. نون. دي لونج طويله. لكن بص القصيره بقى الشورت هناك اهي. فط. فط. روك. روك. هوك. هوك. لوك. لوك. بروك. بروك. بوك. بوك. توك. 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 اوكي يبقى عندنا في كلمات فيها الدبل او بتتنطق شورت قصيره وفي كلمات بتتنطق فيها الدبل او لونج. هو انت لسه ما اتفطمتش؟ انت طول الحصه انا هفطمك. انا روم. فط. روف. روك. روت. هوك. سون. لوك. مون. بروك. نون. بوك. تعال نشوف سي كي. سي كي كا كا. سي كي كا كا. سي كي كا كا. سقف يا سي كي كا كا. سقف عدل يا سي كي كا كا. بص دك. لك. ترك. سيك. ويك. مك. باك. سي كي كا كا. سي كي كا. بس ستوب خلاص. كي ان خلي بالك من دي بقى. كي لو بعديها ان تبقى الان هي بس اللي هتتنطق والكي سايلنت. اكسلنت يا يوسف. يلا عشان نقراهم دول. نو. نك. نك يعني خبط. نك. ني. ربع. ني. نات. ركز بالله عليك. نات. نيل. جاتك نيلة. نيلة. جاتك نيلة. نيل. نيد. نايف. دول مش عايز ولا واحد يعرف يغلط فيهم. خلي بالك كل الكلمات دي هوم ورك عليك ان انت تسجلها وتبعتها مش تحفظها. سجلها وتبعتها بس ما تحفظهاش. مش عايز حفظ هنا خالص. ده بس عشان الريدنج القرايه. نو. نو. نك. ني. نات. نيل. نيد. نايف. يا رب بقى حد ينسى يسجل الحاجات ويعمل الهومر.
مش هيدخل مسابقة الموبايل. اللي كسب الموبايل المرة اللي فاتت انتوا عارفينه قدك مين؟ اياد. يمكن يكون حظ واحد فيكم المرة دي، بس اللي ما بيعملش هومورك ويسجل مش هيدخل المسابقة اصلا. انت اسد، انت واد اسد. يلا تعالى بقى ايه، علشان فاضل لي صوت تي اتش ذا وتي اتش ذا، تي اتش ذا وتي اتش ذا. يلا هنا عندي تي اتش ذا ذا، تي اتش ذا ذا زي كلمه ايه. يلا نشوف هنا ثين، ثيف، ثيف، think، think، tooth، tooth. بالله عليك بص هنا عشان هتلاقي ده في الهومورك. tooth، tooth، mouth، mouth. هقرا لك الثاء تاني، think، thief، think، think، tooth، mouth، mouth. طب يلا th، هنا هقولها ذا ذا، تي اتش ذا. هات الكتاب وعندي الثاء دي، الثانيه دي اعملها ذا ذا، اعملها ذا ذال. عشان دي صوتها ذا ذا مش ذا ذا. ها بص شيل الثاء وحط ذال في الثانية دي مش في الأول، عشان دول صوتهم ذا ذا. ذان، خلصت عند حمامة؟ فاهم ده الكتاب ليفل 1 اللي هو التاريخ الجايب ده، ده نقعد منه ومفيش كتب زيادة. يلا بقى نقراهم بقى. then، them، there، they، that، this. اوكي هنا letter C هننطقه ك، هننطقه ايه؟ ك او س او ساعة. بص هنا ننطق كهف دول، car، cold، camel، camel، cream، car، cold، cold. قول يا يوسف، camel، cream. لكن هنا C لو جه بعدها E أو I أو Y بننطقها س، ice، dice، face، trace. يا رب ما تعرف تقراهم يا اللي باصص بعيد انت. ice، dice، face، trace، car، cold، camel، cream. letter s بننطقها s عادي زي سنيك وكده، بس اس لو جت between two vowels بين حرفين متحركين، بص زي هنا اهو هنطقها زي. اقول هنا ايه؟ rose، vase، يبقى ايه؟ الاس بننطقها زي لو كان قبلها vowel وبعدها vowel، هي between two vowels بين متحركين. اوكي؟ دول هنحل عليهم المرة الجاية مع بعض إن شاء الله.